زواج معتصم النهار ونادين نسيب جيم يفاجئ الجميع. مشاهد حصرية من زفافهما. شارك الممثل السوري معتصم النهار المتابعين عبر صفحته الخاصة على إنستغرام صورة أعلن من خلالها زواجه من الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم في ختام مسلسل سالون زهرة الذي قاما ببطولته، وكانت آخر حلقة منه يوم أمس. وظهر كل من معتصم ونادين في الصورة بإطلالة جميلة ارتدى فيها هو بدلة باللون الأبيض والأسود، بينما تألقت هي بفستان ناعم باللون الأبيض وأمسكت بيدها باقة زهور. وأرفق معتصم الصورة بتعليق كتب فيه: يلعن أبو المصاري، المهم كسبنا محبتكم، سيخ راسي. 1 2 3 سالون. وقد تفاعل المتابعون مع منشور معتصم بطريقة رائعة، إذ تم تداول مقاطع فيديو وصور من الحلقة الأخيرة للمسلسل بشكل واسع. وكانت نادين قد شوقت الجمهور للحلقة الأخيرة من المسلسل من خلال نشرها على صفحتها الخاصة على إنستغرام مجموعة من الصور من كواليس مشاهد المسلسل. يلا يا أولاد. وعلقت عليها بالقول: الليلة آخر حلقة من سالون زهرة، ليش يوسف مع زهرة؟ شو عم بيصير؟ مش عم بتذكر. ليل الليلة يا ويلي شو بده يصير؟ عكستي بس تعكس بالراحة، أنا عايز أكون مرتاحة. من جهة ثانية، كشف معتصم مؤخراً خلال لقائه مع موقع إيتي بالعربي حقيقة خلافه مع نادين والممثل السوري قصي خولي، وأوضح أن الأخبار التي انتشرت حول خلاف وقع بينه وبين كل من نادين وقصي هي معلومات خاطئة، مشيراً إلى أن علاقته معهما ليست كما يراها الجمهور، فليس من الضروري أن يكون هناك صور لكل لقاء بينهم. أنا ونادين وقصي كنا على طاولة واحدة، ونحن كأصدقاء منشوف علاقتنا مع بعض مش مثل ما بيشوف الجمهور. الجمهور بيتخيل أنه لازم ننزل صور، لازم أحياناً بننسى. وكانت انتشرت هذه الأخبار عن الخلاف بين الممثلين الثلاثة بسبب اختفاء معتصم عن الطاولة التي جمعت نادين نسيب جيم وقصي خولي خلال تواجدهم في حفل الميركس دور الذي أقيم مؤخرا في بيروت. أنا جنبك يا أحلى غرام ومش هس. وفي السياق قال معتصم إنه كان على طاولة واحدة معهم، لافتا إلى أن نادين صديقته وهو يحبها بشكل كبير وغالية على قلبه جدا، مشيرا إلى أن كذلك الأمر بالنسبة لقصي، مؤكدا أن لا وجود لأي خلاف بينهم، ولكن الجمهور يركز أحيانا على تفاصيل لا أساس لها. في عشق بيستمر.